السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا وأصدقائنا، مرحبا بكم. موضوعنا تاع اليوم ألا وهو خلطة باتي مع البروكولي. يعني الخلطة هذه مفيدة جدا لصحة طيورنا، خاصة في أثناء مرحلة الراحة. بعد مرحلة تغيير الريش تدخل الطيور تاعنا مرحلة الراحة، نوفر لها بعض الأمور، كل واحد له الإمكانيات اللي متوفرة عنده. لازم لنا راس تاع بروكولي صغير كما راكم تشوفوا، هذا صغير، واحد يكون فيه واحد 100 غرام، ما يفوتش 100 غرام. بعد ما نغسلوه جيدا بالماء ونشفوه شويه، ننفضوه ما نخليوش فيه القطره تاع الماء، نحيو العرف تاعو بالطريقه التاليه. وهذه الطريقه كما راكم تشاهدوا، نحيناهم على شكل عرف صغار، ومن بعد نقطعوا لها هذه الحبيبات بالمقص، نحيهم بالمقص بهذه الطريقة. نحيو لها غير الحبيبات هذو كما راكم تشاهدوا، ونخليو الغصن هذاك وحده، نحيوها مليح باش من بعد نخلطوها مع الباتي بهذه الطريقة. وهذا الباقي نرموه، وهذا شكلها بعد ما نحيناها من الأعراف تاعها، ولات على شكل حبيبات. واش نديرو لها؟ نضيفو لها الباتي. هذا الباتي نشتريه من عند بائع طيور، يتباع بالميزان، باتي هايل، ونحتفظ به في الثلاجة، نديرو في قراعي كيما هادوما تاع المايونيز بعد ما نغسلهم، ونحتفظ به في الثلاجة. يعني راح نضيف دركا مقدار تاع الباتي، هي الضعف تاع واش درت تاع البروكولي، ندير الضعف تاعو. بعد ما ضفت الباتي دوك نزيد نضيف الكالسيوليكس، يعني مصدر الكالسيوم، خاصة في مرحلة تغيير الريش ومرحلة الراحة ما لازمش نستغناو على الكالسيوم. نضيف 5 غرامات لهذه الخلطة تاع الباتي، بيسك ديجا الباتي من قبل انا كنت درت لكم فيديو كنت مخلط فيه شوية كالسيوليكس. اخير نضيف لهم شوية من خميرة البيرة ولا خميرة الجوعة، هذه مليحه بزاف، سي بروبيوتيك، يتباع في لي فارماسي على شكل حبات شغل اقراص. نرحيهم ونزيدهم في الخلطه تاعي. الخلطه هذه علاش نمدوها هذا الوقت؟ اولا فيها منافع كثيره للطيور تاعنا من ناحيه لا ريكوبيراسيون، في اثناء مرحله تغيير الريش الطيور خسرت بزاف الطاقه تاعها، درك لازم لهم الراحه والاكل والدوش والتشميس. ثانيا الاكله الخلطه هذه من درك نبداو نعودوا الطيور تاعنا باش في مرحله التجهيز ومن بعد مرحله التزاوج والفقس واطعام الفراخ يكونوا قد تعودوا الطيور تاعنا على هذه الخلطه، باش تكون سهله الامور. وكاين بعض الطيور اللي ما ياكلوش هذه الخلطه، تسمى لازم نعودوهم من درك. اللي ما ياكلكش الباتي خلطه له مع البروكولي يولي ياكلو، ولا تزيد له شويه براقه ولا شويه خلطه تاع الميلونج تاعك اللي راك تمدو للطيور يتعودوا عليه. يعني هذا هو الهدف من تقديم هذه الخلطه في هذا الوقت بالذات. قلنا فيها فائده كبيره وفائده عظيمه للطيور تاعنا، وما تستغناوش عليها. اللي يقدر يعاون طيوره بالشيء اللي كتب ولا بالشيء اللي كسب، زياده مليحه للطيور. هذه هي خوتي، وهذا موضوعنا اليوم، دوك نخلطوها ونقدموها للطيور تاعنا. والان الخلطه راهي جاهزه، دوك نعمروها ونقدموها للطيور تاعنا. وهذا الشكل النهائي بعد ما عمرنا هذه المئكاليات. يعني تقدروا تستعملوا تاع لي بوشون تاع لي بيفات كيما راكم تشوفوا، قدم ما ترموهمش هذو تقدموا فيهم الاكل، الباتي، اي حاجه تقدروا تقدموها للطيور تاعكم فيها. ومنساش حاجه خاوتي، بعد ما تمدوا هذه الخلطه لازم تشميس، خاطرك مدينا لهم فيها كالسيليكس، والكالسيليكس واش اللي ثبتوا في العظام؟ هو الفيتامين دي المتواجد في اشعه الشمس. يعني لازم تشمسوهم على الاقل 15 دقيقه يوميا. الخلطه هذه تصلح، يعني مده الصلاحيه تاعها 24 ساعه، ونحيوها ونمدوها مره بالاسبوع اثناء مرحله التجهيز. هذا هو موضوعنا اليوم، نتمنى ان شاء الله فتكم، وتهلاو في روحكم، وتلاقاو في مواضيع جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.